بسم الله وكفى والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة بني إسرائيل، أي لوياج نكتير، أفهمش معناها الإصلاح، مش حكاية سهلة. السورة هذه عندها علاقة بسيرة النبي عليه السلام، وما كيف فضل ربي بهذا العروج. ما لا، إسراء وعروج ومعراج. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، زاد لا مشيئة إلا مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حتى أنا أشاء، قال أنا أشاء، أنا أقول لك ما ماشي رب، أنت شئت ستندم على هذه المشيئة. وهذا الكلام تاع إنسان لا يفقه شيئا، وما ينجمش يميز كوع من بوع. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، إرادة ربي ومشيئته نفس الشيء. لمن نريد، يعني الإرادة البشرية لا دخل لها في واقع الأمور، ومشيئتهم كذلك مشيئة مشؤومين، مشيئة متاع العبد ومبليس، حتى مشيئتهم كانت سيئة وكانت نحسة والعياذ بالله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها، يدخلها يعني ويل سرا روتي. اي سون ايتا سي ان ايتا دي جون كي اون ميريتي لو بروبر اي لو بانيسمون اي لانيانتيسمون كي نو سو تيرمين جامي. اي توجور لا، لامور الي لا. Il l'appelle la mort, mais elle ne répond pas, parce qu'il court, il y en a là, il court. Kullama nadhijat wuludhum, zidna baddana wujudan ghayra. Il court, kadhalika, wa yatihi al-mawt min kulli makan, wa ma huwa bimayit min wara'i 'adhabun ghalid. Ay, daiman al-'adhab ghalid la yantahi abadan illa insha'a ar-rabb al-karim. Na'oud insha'a Allah ta'ala.